اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 18 فلسطينيا في الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال وصحفية. أوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي مشترك أن عمليات الاعتقال قد توزعت على محافظات رام الله وتلكرم ونابلس وبيت لحم والقدس، وتخللتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين عائلاتهم، بالإضافة إلى تخريب وتدمير منازل المواطنين. هذا وقد ارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 8775 فلسطينيا، بما في ذلك من تم اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية.